الإخوة والأخوات، السلام عليكم. موضوع اليوم هو التشطيب، لو براياج. ما هو التشطيب؟ وما علاقته بالإسقاط؟ لي بروجيكسيون، الإسقاطات. في الواقع التشطيب هو إحدى تقنيات الإسقاط، هو وسيلة للإسقاط، البروجيكسيون، بروجيكسيون أو سول، يعني الغاية هو إسقاط الخصم، ولكن الوسائل تختلف، وما بين هذه الوسائل نجد التشطيب. يمكن لنا فيديو آخر نتكلم على الإسقاط، البروجيكسيون بصفة عامة، واحد الفيديو آخر. لكن اليوم غادي نتكلموا فقط عن التشطيب كوسيلة للإسقاط. واش الإسقاط بعدا بصفة عامة واش موجود في الكاراتي أم لا؟ نعم، هو موجود في الكاراتي، كما هو موجود خاصة في الجيدو وفي الأيكيدو وفي أساليب أخرى، حتى الكيك بوكسينغ، حتى المواي تاي، حتى إلى آخره. كاين أشياء اللي هي ممنوعة اللي كيمنعها قانون التحكيم، وكاين أشياء اللي هي غير ممنوعة في الكاراتيه التقليدي في القاعة اللي كيتدربو عليها الناس. لي بروجيكسيون، الإسقاطات هي موجودة في الكاراتيه الشوتوكان، بدليل أن الأستاذ فوناكوشي وضع في كتابه كاراتي دو كيوغو، كاراتي دو كيوغو، تسعة ديال الأنواع ديال الإسقاطات، وكيتسماو لي ناغي وازا، لي ناغي وازا، لي تكنيك دو بروجيكسيون، هما تقنيات الإسقاط. الموضوع مهم خاصة أن الامتحانات الحالية للدرجات دخلت فيها الآن لتقنيات ناغي وازا ابتداء من الدرجة الثالثة، ولذلك وهذا بالذات خصنا نخصو شي فيديو خاص بالإسقاط، لي بروجيكسيون. الأستاذ فوناكوشي اللي دار جاب الكاراتي اليابان كان شجعو على ذلك الأستاذ جيغورو كانو، مبدع الجيدو، هادشي على حسب الكتابات ديال الأستاذ أريسكي أوزروت، الدرجة السابعة من فرنسا، اللي تقول في كتاباته بأن جيغورو كانو شجع الأستاذ فوناكوشي باش ينشر الكاراتي شوتوكان في اليابان، ملي شاف هذاك يعني ديمونستراسيون اللي دار، الأمثلة اللي عطا في طوكيو، وطلب منه كذلك باش يدخل، باش أستاذ جيغورو كانو يدخل الكاراتي في الجيدو، لكن اعتذر الأستاذ فوناكوشي بأدب وفضل أنه يبقى الكاراتي بوحدو، ولكن طاح في مشكل، هو أنه الكاراتي كذلك فيه إسقاطات، لي بروجيكسيون كما ذكر في الكتاب ديالو، والكتاب الآخرين اللي تبعوه ما هضروش نهائيا على لي بروجيكسيون إلا فوناكوشي بوحدو، هادوك تسعة أنواع ديال الإسقاطات. اتحرج، ولهذا مبقاش كيدرسهم في القاعة ديالو، بقى تيدير غير التقنيات ديال الضرب، التسديد، اللكم، وسمح شوية في هادوك لي بروجيكسيون غير باش ما يتقلقش صديقو الأستاذ جيغورو كانو، وفضل فوناكوشي باش الكاراتي يدار في الأساليب، يتحط في الأساليب ديال التسديد ديال اللكمات ديال الصدم، الإصدام، لا بيركسيون، الإصدام، يبقى في هاديك الخانة، والجيدو والأيكيدو يبقاو في هاديك الخانة ديال الإسقاطات، كل واحد عندو النوع ديالو و فنون أخرى. هذا ما يقوله الأستاذ أريسكي أوزروت. إذا بالنسبة لنا حنا
لا التشطيب ولا الإسقاط بصفة عامة موجود في الكهرباء، ولهذا غادي نتكلموا اليوم على التشطيب. التشطيب فيه جوج أنواع، فيه التشطيب الخفيف، يعني كتكون المسافة ضيقة ما بين الرجل ديالك والرجل ديال الخصم، وكاين التشطيب الواسع كتكون المسافة كبيرة بزاف، يعني كتجي من بعيد وكتقوم بالتشطيب. هذاك اللي كيجي من بعيد كيتسمى لو فوشاج أو الحش، كتحش لو فوشاج. هاد الحش كيكون غالبا من على مستوى الفخذ، على مستوى فخذ الخصم. أما التشطيب العادي فتيكون على مستوى قدم الخصم، ويقدر يكون كيطلع شي شوية حتى يوصل حد الركبة. هذا هو التشطيب. أما الحش فكيطلع فوق الركبة. التشطيب يقدر يكون من الداخل إلى الخارج، يعني من وسط رجل الخصم إلى الخارج، أو من الخارج إلى الداخل، أي من خارج قدم الخصم إلى داخل خط الرجل. يقدر يكون أنت تكون يعني قدامه، أو تكون عاطيه الجنب، أو عاطيه بالظهر. هذه كلها المسائل اللي كتسمح باش كدير التشطيب. التشطيب المقصود منه هو باش كتهرس هذيك الدعامة اللي واقف عليها الخصم، هو عنده التوازن ديالو عليها مع رجل أو رجلين، يعني كتحيد له هذيك الدعامة وما تبقاش قابض التوازن ديالو. الإسقاط ماشي عملية سهلة، لا الإسقاط ولا التشطيب، راه عمليات كيطلبوا أن الإنسان يتدرب على السقوط على الأرض، لأن كما غادي تقوم أنت بالتشطيب راه واحد آخر هو غادي يقوم ضدك بالتشطيب. إذا خصك تعرف التقنيات ديال كيفاش توقع على الأرض، كيفاش تطيح على الأرض. كاين عدة تقنيات غادي نذكرهم فوق تاخر إن شاء الله. دوك لي ماشي الكيمي، هادوك لي الكيمي هادوك لي رولاد، وإنما باش كتسقط وكت ديك القوة ديال الأرض اللي غادا ترجع للجسم ديالك، كتحاول بواحد الطريقة باش هاديك القوة كترجعها للأرض باش متطلقش. غادي نشوفو إن شاء الله هادشي فواحد الفيديو آخر. المهم ماشي هو هذا الموضوع، وإنما غير باش كنأكد على أن التشطيب والإسقاط كيحتاج من الإنسان من الممارس أنه يولف أولا بالأرض، يولف يطيح في الأرض باش يتعلم كيفاش يطيح وكيفاش ينوض، وحتى كيفاش يدافع على نفسه وهو في الأرض. راجع واحد الفيديو رانا كتحطيتو لنا في القناة، سميتو المفاتيح الأربعة ديال الجسم، راه واحد الشطر منو كيبين كيفاش تدافع على نفسك وانت في الأرض. راه واحد العدد ديال الناس اللي ملي تطيح في الأرض تيولي على ظهرو، تيولي بحال السلحفاة هاز يديه ورجليه ما كيعرف شنو غادي يدير بيهم، كيولي بحال السلحفاة. يعني خاصك تعرف كيفاش تنوض وكيفاش تدافع بيديك وتدافع برجليك وانت ملتقي على ظهرك على الأرض. إذا قلنا بالنسبة للقوانين ديال الكومبيتيسيون، راه كاينة واحد العدد ديال الأشياء اللي هي ممنوعة. التشطيب راه يعني مباح، ولكن الأنواع ديال الإسقاطات واحد الكثير منها غير مباح. يمكن نتكلم عليها في الوقت اللي غادي نتاكلو على الإسقاط في فيديو آخر إن شاء الله. إذن الموضوع ديالنا غادي يتقسم على ثلاثة حتى لربعة ديال الأجزاء. الجزء الأول غادي نشوفو التقنية الأولى ديال التشطيب وهي أشيباراي، ثم التقنية الثانية وهي أوسوتوغاري، والتقنية الثالثة فيها جوج أنواع، فيها ماواشي باراي، بحال ماواشي غيري ولكن للرجل، ماواشي باراي وأوشيرو ماواشي باراي.
هادو هما ثلاثة ديال التقنيات، أربعة ديال التقنيات اللي غادي تشوفوهم إن شاء الله في هذا الفيديو، معززة بعدة فيديوهات اللي اختاريتها بعناية باش تكون معبرة جدا. هذه هذا رانا تعطلت شوية عليكم في القناة، لأن هاد الخمسة أيام كلها قضيتها في تنقية الفيديوهات التي ستكون صالحة. نقدر نخصو واحد الجزء أخير للمواي تاي، للتشطيبات في المواي تاي. علاش المواي تاي؟ أولا لأن المواي تاي فن حربي أصيل، وكاين يعني عدة أساليب أخرى اللي يعني تشبهه إلى حد ما، كيك بوكسينغ، الفول كونتاكت، وحتى الكاراتي كونتاكت ديالنا اللي هو في الحقيقة خليط ديال الكاراتي وديال الفول كونتاكت اللي داروا من طبيعة الحال الأستاذ دومينيك فاليرا. غنشوفوا كذلك فيديوهات ديال الأستاذ دومينيك فاليرا في هذا الفيديو إن شاء الله. إذا بقاو معنا حتى الأخير باش تكون الاستفادة عامة، ونبداو إن شاء الله بتقنية أشي باراي. أشي باراي، أشي باراي، تقنية دي أشي باراي كما في الصورة. كتلاحظ هنايا كيستعمل الحافة ديال الرجل وكيقوم بالتشطيب كما هنا. هاد التشطيب بحافة الرجل تكون بطريقتين، إما بطريقة الملعقة أو طريقة المغرفة. المغرفة إما بطريقة الملعقة لاكميير أو بطريقة المغرفة لالوش. طريقة الملعقة لاكميير كتكون بهذه الطريقة هذه، يعني مع الأرض، يعني كيدفع الرجل ديال الخصم ولكن الرجل ديالو كتمشي مع الأرض. هذه هي طريقة لاكميير. أما طريقة لالوش فهي هذه، يعني كتهز رجل الخصم إلى الأعلى بحال لالوش، بحال اللي كتعرف بالمغرفة، كتهز رجل الخصم إلى الأعلى. نمر الآن لأول فيديو. إذا نبداو بالفيديو الأول من الأمثلة ديال أشي باراي. غادي يكونوا خمسة ديال النماذج أو مقاطع من الفيديوهات من أسلوب جودو، و 8 ديال المقاطع من الكاراتي بصفة عامة، كاراتي، كاراتي كيوكوشين، كاراتي كونتاكت، كومبيتيسيون. الفيديو الأول غادي يكون حول الشروط الأربعة لنجاح أشي باراي. نشوفوا الشرط الأول. Alors le premier secret du balayage réussi, c'est de déjà avoir le pied en cuillère. إذن السر الأول من الأربعة أسرار أو الشروط للنجاح في أشي باراي هو لو بي أون كويير، أي الرجل كالملعقة. هذا هو الشرط الأول. Claude va vous le montrer tout de suite. Et après dans la vidéo, والطريقة on verra le 3 et le 4. Du papier froissé. Et là, l'idée, c'est de venir faucher avec la boule plantaire. Non, c'est de ورق أو شيء من هذا القبيل. Donc observez comme le planchon du pied frotte le sol. على درب الملعقة على طريقة avec le pied en cuillère. الملعقة. Pourquoi le pied en cuillère? Parce que le pied en cuillère va permettre de recouvrir le dos du pied comme ceci, le talon. Ce qui fait qu'avant que son poids du corps soit au sol, je vais venir balayer comme ceci. Et donc, la cuillère qui nous fait l'insan, qui est avant que le khasm va permettre à mon partenaire de travailler son gainage. قبل ما يحط رجلو على الارض كنقوموا حنا بالبرايات باش كنمنعو باش يتخذ التوازن ديالو. ندوزو للشرط الثاني.
Et voici tout de suite le deuxième secret, le timing. Vous devez frapper avant que le pied de l'adversaire ne soit au sol. Et dans le chart tani, هو اللي ذكرت الان وهو ان تقوم بالضرب على رجل الخصم قبل ما يحطها على الارض وهذاك هو التايمين التوقيت المناسب قبل ما يحط رجله على الارض كنقوم انا بالتشطيب هنا تدريب على هذا الشرط الثاني ديال التوقيت دونك مون بارتنير فا افونسي سا جامب و مو فير لا ميم شوز Au moment où il recule, je me déplace, je viens faucher dans le vide. Donc là, on va faire grandir l'exercice. Quand là, ça va être Bouquet qui va appliquer la chute. Même schéma. Voici maintenant le troisième secret. Votre angle d'attaque doit être plutôt par derrière. Et ensuite, on vous donnera le quatrième. Donc, le chart est le chart. Quatrième secret dans la vidéo. Pour vous expliquer, voici les pieds de votre adversaire. Si vous attaquez le balayage en étant plutôt sur l'avant, eh bien vous allez simplement éclater votre pied sur le sien. Alors que si vous avez un angle d'attaque qui passe plutôt par l'arrière, vous serez beaucoup plus facile de fouler sa jambe et provoquer la chute. Et donc, vous devez être sur le pied de l'arrière, sur le pied de l'arrière. C'est le chart. Observez le décalage qu'il balaye en prenant par l'arrière du pied. Lorsque vous voulez tenter un balayage, ne le faites pas quand vous êtes trop en frontal par rapport à votre adversaire. Essayez de le faire plutôt quand vous êtes sur le côté ou alors essayez de vous décaler pour pouvoir aborder son talon. Vous arriverez beaucoup plus facilement à lever sa jambe. Et voici le quatrième secret pour faire vos balayages. Vous devez coordonner vos bras et vos jambes. Le balayage, ce n'est pas juste un mouvement de jambes. Soyez attentif sur le reste de la vidéo, sur le mouvement suivant, et vous verrez que Jean-Claude utilise aussi ses bras pour provoquer la chute. Le balayage. بل كذلك على اليدين كان خصنا نعرفوا كيفاش نحركوا اليدين ديالنا وكيفاش نستعملوهم باش يساعدونا في التشطيب C'est le pied en cuillère, un timing, un angle d'attaque et également l'utilisation de vos bras. هنا كنلاحظوا كنستعملوا اليدين باش نقوموا بالبالانس غير هنا وهذا بدا من الاشاره انه عندنا احنا في الكاراتيه راه ممنوع باش تقبط الخصم ديالك باليدين باش تشطبو راه القانون ديال التحكيم تيمنع هادشي ما عدا الا كانت ضربه ديال الرجل من طرف الخصم عندنا الحق ديك الساعات نقبطو رجليه باليدين نقدو نقبطو بيد واحده ونقومو بالتشطيب على اساس اننا غادي نساعدو الخصم باش يطيح باش يسقط بامان اما ما تبقى فراه كنقوم بالبلايج عادي والخصم راه كيسقط راه كاين التاتامي الذي يحميه على كل حال راجعوا قوانين التحكيم في هذا المجال ندوزو للفيديو الثاني عندنا هنا الشيباراي من الخارج الى الداخل في الجيدو لان خمسه المقاطع غيكون خاصهم بالجيدو من الخارج الى الداخل يعني من خارج خط الهجوم الى داخل خط الهجوم كما تلاحظون من طبيعه الحال ما عندنا شيء في الكاراتيه هنا هذه قبضه اليد بلا ما ناكد عليها بزاف راه نتوما فهمتوها هنا غنشوفوا نوع ديال البلاياج اخر في الجيدو وهو البلاياج قرب الركبه او على الركبه هيزا كوروما الشيبارا هنا ما بقى شي كان البلاياج كنديرو تشطيب على القدم بل على الركبه كما كتلاحظوا ثم ندوزو لمقطع اخر
Alors, on a Okiri Ashibarai, يعني تشطيب الرجلين معا في نفس الوقت ودائما في الجيدو. لاحظوا أن الإمساك بالخصم ضروري في الجيدو لإسقاطه بأمان. مساعدة ديال اليدين ديال الذراعين في العملية، تناسق بين عمد الرجل وعمد اليدين، يعني تساعد في الحركة بصفة إجمالية. المقطع الخامس والأخير من الجودو وهو التشطيب الدائري، يعني الجسم كيدور نصف دائرة باش عاد كيقوم بالتشطيب. كتلاحظوا شوف كيفاش كيدور طوري على الجانب نصف دائرة وعاد تيقوم بالتشطيب. إذا هذا التشطيب دائري، نحاولوا نشوفوه في الكاراتي من بعد فيما سيأتي. هنا مع الأستاذ ليونيل فغوادير، التشطيب من الداخل إلى الخارج وبالرجل الأمامية. va venir frapper. Donc c'est juste, je contrôle pour venir frapper. Et si en même temps il ne fait rien mais que vous poussez votre propre bras, ça ne marche pas. Revenons au Ashibarai, je rentre ici, mon pied est derrière. Transfert pour sortir de la distance de son poing. Transfert comme un Kokutsubachi. Je rentre, transfert et je viens derrière. من الداخل نحو الخارج، يعني يمكن لنا نقوم بالأشيبارا إما بخطف الرجل أو بدفعها. هنا الخطف نحو الأمام أو السحب نحو الأمام بطريقة الملعقة، إذا السحب من الداخل إلى الخارج. إذا هذا نوع من التشطيب بالسحب، وكذا كذلك التشطيب بدفع الرجل الخصم. مثال آخر مع نفس الأستاذ، إذن أشيباراي ضد تسديدة مايغيري. هنا كتلاحظوا كيقوم بالتشطيب قبل ما الخصم يحط رجلو كما شفنا في الشروط قبيلات. هنا قبل ما يحط رجلو كيقوم بالتشطيب من الداخل نحو الخارج وبالسحب بالجر بالسحب ماشي بالدفع، ويقوم بذلك بالرجل الأمامية. لأن ممكن نديرو البغياج بالرجل الخلفية كما سنرى في مقاطع أخرى. نشوفوا الآن تشطيب الرجلين معا كما شلنا قبيلات في الجيدو. ها هي كتشوفوها موجودة في الكاراتي. تشطيب الرجلين معا ولكن كما غادي نلاحظوا راه ماشي بتشطيب وإنما بما يسمى بالفرنسية سير بيفو. يعني على نقطة المحور Donc, je suis ici, je viens prendre. Là,
Juste regarde le stade. Les deux jambes. T'as trop mais noctat mais la dor noctat al mihwar le pivot. Très important maintenant si vous restez trop loin. باش تصحوا هاد القضية هادي غادي تصوروا واحد الميزان الوسط ديال هذاك الميزان يعني فيه كفة هنا وكفة هنا الوسط ديك الحديدة اللي كتكون الوسط هي لو بيفو هي نقطة المحور اللي كتحكم في الجهتين باش تكون واحد ليكيليبر بيناتهم إلا حطينا واحد البوا أكثر من الجهة الأخرى هذيك الجهة هي اللي غادي تميل هذا هو المقصود هنايا كدير له واحد المحور وتدفعو ضد هذاك المحور باش كيسقط كنقولوا حنايا بالدارجه تيعكلو التعكال سي تري بيان سا مارش بيان اوسي يبو تومبي باسكو لا مال داكور مي سي با ليكزيرسيس 1 2 جو مونغاج هنا غادي ندير له نقطه محور ويدفعو الى الوراء L'important c'est que ma hanche est à lui. يعني بين مفهوم المعروف يعني تشطيب بالقدم بل بنقطة المحور لكي يضيع الخصم توازنه ويسقط يمكن كما تلاحظوا الرجل حتى هي كتلعب دور ديال نقطة المحور يعني الرجل كاملة الفخذ والساق والقدم كلها كتلعب دور نقطة المحور إذا ندوزو لحاجة أخرى هنا غادي نشوفوا واحد البراياج ديال الرجلين معا هكذا ماشي كما شلنا دابا عاد بنقطة المحور بل بالتشطيب المتعارف عليه لاحظوا يعني هذه تشطيب الرجلين معا فيها شي شويه ديال ديك النقطه ديال المحور ولكن الاكثريه كلها تشطيب مباشر للقدمين معا مثال اخر نشوفوا البراياج في الكيوكوشين كاراتي كيوكوشين هنا كتلاحظوا التشطيب بطريقة الملعقة قبل ما يحط خصم الارض كما تلاحظوا الاساليب راه كتشارك عدة اشياء كما تلاحظوا براياج من الداخل الى الخارج هنا من الداخل إلى الخارج بالسحب فهو الدرع ما نصرفش تحرك ديال الجسم راه ترى هو مهم إلى الجانب إلى الوراء إلى الأمام هكذا هنا ما كان نقرطش الخصم بتاتا كما كتلاحظوا نشوفوا الآن التشطيب الدائري براياج غوطاتيف مع الأستاذ دومينيك فاليغا غادي يشرح بالتفصيل تيدور هنايا هنا براياج غادي يكون براياج كروشتي يعني بالخطف خطف الرجل او الالتفاف حول رجل الخصم هكذا والخطف كيسمى براياج غوشتي بالالتفاف هكذا ثم الخطف او السحب براياج غوشتي ودائري في نفس الوقت يعني كدور وكدور معك حتى الخصم نصف دائره لان انا ما درتش ديك نصف الدائره ما غاديش تقدر البايس هكذا التشطيب تيكون اما بالرجلين
الأمامية أو برجلنا الخلفية. غادي نشوفوا هنا التشطيب بالرجل الخلفية في التباين. بلاياج بالرجل الخلفية ماشي الأمامية، هكذا وبطريقة المغرفة، دانوش اللي من الأسفل إلى الأعلى. من الأسفل إلى الأعلى وبالرجل الخلفية، هذا أغرياف. الفيديوهات راهم في صندوق الوصف من طبيعة الحال، يمكنكم تشوفوهم في أي وقت. كانت هذه غير نماذج فقط لنساند بها العرض. إذن نمر إلى التقنية الموالية. أو سوتوغاري، أو سوتوغاري، تقنية التشطيب أو سوتوغاري كما كنلاحظوا في الصورة. هنا كيوجد الرجل ديالو هنايا في هذه الصورة، باش يدخلها هنا ما بين الرجلين ديال الخصم، ثم تقوم برفع رجل الخصم إلى الأعلى وكذلك رجله إلى الأعلى ويتم إسقاطه. كتلاحظوا بأن الظهر تقريبا يواجه الظهر. غادي نشوفوا واحد أربعة ديال، نشوفوا مقاطع من أربعة ديال الفيديوهات من الجيدو، وخمسة ديال المقاطع، خمسة ديال الفيديوهات مقاطع منهم خاصة بالكاراتي. The classical method is drawing osotogari here. طريقة إذن كيفاش بالجيدو مع مسك الخصم. Break his balance here. الكاراتي ما عندناش مسك الخصم هذا. المهم اللي كتشوفوا الاصل ديال التقنيه في الجيدو كيفاش كدار. اذا كتلاحظوا كيفاش كيرفع الى الاعلى الجسم الرجل ديال الخصم. اوسوتوغاري اذا طريقه اخرى في الجيدو لأوسوتوغاري، وهي أوشيغاري. لاحظوا الرجل اللي كان يقوم بها، الرجل اللي كانت أمامية ديالو. إذن هذه طريقة أخرى تسمى أوشيغاري. Dans une vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le thème abordé aujourd'hui sera les contres de Osotogari. Et donc, on a regardé aujourd'hui le postet qui fait une dave contre Osotogari. Donc là, nous allons commencer par le premier contre en faisant Osotogeishi. هذا لو كونتر كيتسمى اوسوتو غايشي، وحنا ما كيهمناش يعني هاد المصطلحات لان ما كاينش شيء في الكاراتي. المهم هو الدفاع كيفاش كيكون ضد اوسوتو غاري. جوست اسبيكي دونك لو كونتر دو اوسوتو غايشي. دونك مون بارتنير و انجاجي اوسوتو غاري، مو جو فينير ديفوند بيفوتي و فينير فوشي سا جام. هذه الطريقة الأولى. Donc pour appliquer au soto geishi, on peut l'appliquer de deux façons suivantes. Soit mon partenaire lance l'action ici, je recule et je viens contrecarrer en faisant ceci. Je recule et je fais un pivot. Je préfère ceci ici. Là, je vais changer de base. وغادي يستق هو اللي غادي يدير اوسوتوغاري. هذا الطريقه الثانيه. دونك سان فير شوتي
On va faire l'action. Suis-y. Je pivote et j'ai plus qu'à lancer. Allez, je suis placé. J'ai ma hanche qui. J'ai mon épaule qui passe. Et donne une dernière fois. Et je suis en position. Légèrement hanché. Je suis en position pour appliquer. يدافعوه على ضد ساتوغاري من طرف الخصم ويصدقوا هما اللي تيديروا ساتوغاري للخصم هكذا. A Sotogari against a jab. Sotogari. In a close stance, counter your opponent's jab by slipping the technique towards the backside, defending with the rear hand, and placing your front leg behind your opponent's front leg. Sweep out your opponent's front leg while your front hand pushes your opponent's weight over their front leg. Your hips should be parallel to your opponent, and your weight should be forward when executing this takedown. You should also be hip to hip, and your front calf muscle should be striking into your opponent's calf when performing this. Finish with reverse. نفس التقنية. تمر أمامه بسرعة. هذه التعاود. كما كتلاحظوا في الكومبيتيسيون ليونيل فرواتير اللي راه تيحط عدد كبير ديال هادشي ديال التشطيب كما لاحظتوا دائما تنرجعوا ليه Je suis ici, je rentre ici. Et de là, pensez à avoir un, deux, seulement. Je pousse, je tourne. Vous allez jouer au match. Parce que mon dernier, j'aimerais le boulot, pour que comme lui, saute au carré, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Cédric Rotten, j'adore le mouchard. باش كيكسر له التوازن ديالو بفضل الساق بكامله بدون التشطيب ولكن راه داخله في دائره التشطيب كما قلت حاليا كنقولوا بالدارجه تيعكلوا اذا الواحد حاجز إذن أوكي كما قال الأستاذ ونشوفوا الآن أوسوتوغاري واحدة أخرى مع الأستاذ ليونيل فروادير continue toujours sur la série des balayages le petit dernier qui était demandé sur Mawashigari. Bonjour et bienvenue sur Jeudi Karaté. Retrouvez l'article correspondant sur www.imaginearts.tv/blog. Christophe va me faire un Mawashigari. Je vais ouvrir. La première chose à ne surtout pas faire, c'est ça. D'accord, si on fait ça, quand il envoie le Mawashi, s'il est récupéré, et qu'il envoie vraiment son Mawashi, il va vous arracher les côtes. Donc, moi, mon idée, c'est de venir ici, comme je vais faire un Gaden Barai, et d'ouvrir au dernier moment. Ici. Je ne reste pas là comme un sac de frappe et d'essayer. Vous avez des petits avant-bras et des gros tibias. Donc, pas bon. Quand il envoie, je viens récupérer. Et je tourne en même temps. Je recule un petit peu. Voilà. Donc, quand il envoie, je rentre à l'intérieur. De là, plusieurs options. Je viens récupérer le karatégi s'il en a un. Et je viens. Crocheté. Là, crocheté, comme à Pacinco. Balayage crocheté, il y a neuf régimes. C'est important dans cette notion, crocheté. On est un peu loin. Osotogari, crocheté. Je récupère là. C'est important, c'est pas juste d'être juste ici. C'est qu'il faut vraiment que je vienne derrière. Ici, et en même temps, je pousse avec ma main droite. توازن لأنك يسلو الجو
Pensez que quand vous le faites tomber, vous ne mettez pas là. Sinon, vous allumez les reins. Vous descendez encore un petit peu. C'est qu'au lieu de venir à l'extérieur, à l'intérieur, d'accord, comme on avait fait sur MyGames. Vous avez la vidéo. Donc, il rentre sur la roche, je viens récupérer, j'enlève. Toujours important, attention de balance. Une fois que je l'ai récupéré, il y a une jambe qui lève, une main qui descend et je décale son centre de باش يقوم بالبراياج على شكل مواشي كأنه غادي يدير مواشي قيري ولكن المتجهة فقط لقدمي الخصم كما ترى إذن هي هذه مواشي براي ثم أشير مواشي براي يقوم بإسقاط الخصم بهذه الطريقة ديال أشير مواشي براي شوفوا كيفاش كيشرحها الأستاذ جاك تابول أوشيرو ماواشي باراي أوشيرو ماواشي باراي سي بالياج سيركولير أريير لا جو فيها إكسبري إيسي بو مونتريني أ باسي سو لو ساك دو فراب إذا الخصم ها هو خدامنا مثلا كيدور دورة أو تيدير أوشيرو ماواشي باراي هذه هي الطريقة هكذا في اتجاه رجلي الخصم يمكن لنا نلاحظوا نفس التقنية ولكن وقوفا بعد ما يكون منحني إلى الأرض هكذا وقوفا عندها أشير مواشي باراي فيديو آخر لنفس التقنية هنا واحد العدد ديال التقنيات ديال التشطيب غادي نخدم فين كاينة أشيرو مواشي باراي خاصة هادشي باش نضبطها هكذا هادي تقريبا لا هادي نعاودوها إذن هذا الفيديو هذا راه فيه واحد العدد ديال التقنيات ديال أشي باراي يمكن لكم ترجعوا ليه في صندوق الوصف لأنه كما كتلاحظوا كله تشطيبات إذن مزيان تشوفوه في وقت مناسب إن شاء الله نشوفوا هنا الأستاذ دومينيك فاليرا غادي يقوم بواحد أشيرو مواشي كيري في الأخر ديال هاد المواجهة مع ريشار بوشي الفيديو فيه جوج دقائق و 18 ما غاديش ندوزو كامل بينما غنمشيو مباشرة لهاديك الشطيبة اللي دار ليه في غاية من التقنية لاحظوا وعيدوها نقلب عليها بالعرض البطيء ها هي وكروشتي يعني أشير مواشي كيري كروشتي يعني بلف على رجلي الخصم لف الرجل على رجلي لاحظوا كروشتي بلاياج كروشتي أشير مواشي باراي
ثم اختم هذا الجزء من هذا الفيديو مع ماواشي باراي اورا ماواشي باراي واشيرو ماواشي باراي مجتمعين في فيديو واحد حتى هو شوفوا على اتساع. المهم انا كنبحث لكم على الفيديوهات اللي كيهموا الموضوع والبحث راه كياخذ وقت راه ماشي ساهل والتلقية ديال الفيديوهات وتختار اللي هي مناسبة للجمهور ومناسبة للموضوع. دار ماواشي باراي واسعة ودي ماواشي باراي اورا ماواشي باراي هادي بدون داك الانحناء الى الارض كما شفنا في الصوره وكما شفنا عند الاستاذ طاقول هنا تبقى واقف هكذا. هذه التشبيره ديال جد مسموح بها باش كتساعد الخصم ديالك باش يطيح بامان. اشيرو ماواشي باراي كما كتلاحظوا دار نصف الدوره كيبيفوتي وعاتيكم هاكي كيبيفوتي هنايا وعاتيكم اشيرو ماواشي باراي. نكتفي بهذا القدر هذا من اللقطات وندوزو للتشطيب في المواي تاي. التشطيب في المواي تاي. إذن الجزء الأخير من هذا الفيديو كيتعلق بالتشطيبات في المواي تاي. هذا الأستاذ أندري زيتون اللي هو مدرب عالمي مشهور في المواي تاي قد يشرح لنا ما هو الممنوع من التشطيبات في المواي تاي. existe plusieurs manières de projeter son adversaire. En revanche, on n'a pas le droit de passer la hanche. Passer la hanche comme en judo. إذا الممنوع باش الإنسان On n'a pas le droit de passer la hanche ici. On n'a pas le droit de venir crocheter. Crocheter, c'est un peu plus dur. Ou crocheter comme ça pour venir déséquilibrer. C'est strictement interdit dans les règles du Muay Thai. En revanche, on a le droit sur... On a le droit de faire un front kick. Ici, je viens ici. Je vais venir avancer. Et pendant que j'avance, je lève sa jambe. Et je vais venir le projeter, boum, et je le jette, tout simplement. Plier, lever un peu, plier, et il va venir accompagner le mouvement. En fait, je plie et je le jette comme ceci. Très important cette technique, et très efficace lors d'un combat. Mais là, je me désaxe, je viens saisir, et là, je vais venir plier sa jambe ici, plier, et je vais le faire tomber et l'accompagner. Voilà, avec le coude et l'avant-bras. Paf. Ici je lève, et là je viens projeter. Je recommence. Ici je lève, et là je viens projeter. J'adore celle-là. Que c'est très, c'est technique très thaïlandaise. Une fin middle, pareil aussi. Je me désaxe, toujours avec l'avant-bras, je mets mon pied ici et je jette. Ok. Je veux venir sur un front kick. Je recule, je saisis et là je vais tirer sa jambe vers moi et là hop je le balaye. Balayage. Voilà. C'est-à-dire que lui il s'y attend pas. Il pense que je vais contrer. Il pense que je vais recommande d'un bas. Hop, et là il pense que je vais mettre ou un coup de poing. Il faut jeter la jambe. Non, je vais tirer vers moi. Et au moment où il tombe, je le balaye en désaxant. Je recommence, on va décomposer. Un, je recule, hein, bien sûr. Je tire légèrement vers moi. Et là, il faut que je me désaxe parce qu'il faut que je fasse attention. Tout de suite, je désaxe et je balaye. Un kick, un retrait de but.
et je le fauche. Je viens taper derrière le genou pour pouvoir le déséquilibrer ici. Là, je viens shooter en low kick ou même à l'intérieur puisqu'il est sur sa jambe. Sinon, je peux le... Et then, ici, tac, oula, ah. Ici, bam. Ça s'appelle un fauchage. On fait une bonne droite, je désaxe, bam, et là, au même moment, bam, je viens faucher avec un large mouvement du bras et du pied. Là, Dunbar commence, il me fait une bonne droite. Bam, ici, je fauche. On peut faire exactement la même s'il m'envoie direct du gauche au visage. Je viens désaxer. ودائما مع الاستاذ اندري زيتون ولكن هنا غادي نحيد الصوت لانه كاينه موسيقى واليوتيوب ما كيسمح ليناش باش ندوزو الموسيقى لان كيقول لك هذه تاع فلان وهذه تاع فرتلان ولهذا بلاش شوفوا التقنيات ديال التشطيب هذا الحش براياج دوبل فوشاج بالياج دوبل يعني ديال بالياج دي دو بي بالياج ديال الرجلين معا هادي كنا شناها قبيلات شوفوا راه كاين شي تقنية اخرى إذن تشطيب في المواي تاي كتلاحظوا بلي قوي وهو ضرب أكثر مما هو تشطيب في الواقع في نظري الشخصي لأن تشطيب عنيف جدا هذا البطل اللي كان سبعة المرات بطل العالم داني بيل كتلاحظوا التشطيب ديالو يعني قوية جدا كندوزكم هاد المقاطع باش كتشوفوا القوة ديال التشطيب اللي ما كاينش في الكاراتي في الواقع كما كتشوفوا في الواقع لاحظوا التشطيبات القوية جدا دوزتكم هاد الفيديو غير باش تشوفوا التشطيب العنيف في المواي تاي نكتفي بهذا القدر الفيديو راه هنا اشارتكم وانهي هذا العرض بهذا الفيديو اللي فيه غير الاسقاط ليس هناك تشطيب وهو فيديو اللي كان مهد به لفيديو مقبل ان شاء الله خاص بالاسقاط هادو لي كلي اي بروجيكسيون اون كاراتي لي كلي ما عرفتش كيفاش غادي نترجمها نقدر نسميها حبس حبس او سجن المفاصل ماشي هي لي موبيليزاسيون لي موبيليزاسيون كنقدر نسميها تجميد اما هنايا كدير واحد لاكلي يعني كتضايق المفاصل ديالو ما كتخليهمش يتحركوا لاحظوا في هاد لي بروجيكسيون هاد الاسقاطات ليس هناك أثر للتشطيب إذا الكاراتيه فيه الإسقاط بدون تشطيب والتشطيب من أجل الإسقاط لا ننسى أن التشطيب هو وسيلة من أجل الإسقاط كما قلت في المقدمة إذن على هذه الإسقاطات الحقيقة الإسقاطات ربما كلمة غير مواتية لأن هذه كلمة ديال الستاتيستيك ديال الستاتيستيك ديال الإحصائيات ولكن الإسقاطات هي البروجيكسيون لا بأس بهذه الترجمة على ما أظن إذن إخواني أخواتي أستودعكم الله وإلى فيديو مقبل بإذن الله طابت أوقاتكم والسلام عليكم.